يسعد صباحكم كل اوقاتكم. وصفتنا النهارده هي وصفه شوربه السي فود، طبعا جميله ومغذيه جدا. بجيب كل حاجه موجوده طبعا في السوق متوفره. لو عندي كابوريا، عندي كاليماري، عندي صبيط، عندي مكعبات سمك فيليه، عندي طبعا الكاليماري، اي حاجه موجوده من حاجات السمك، لو بلح البحر تمام طبعا، والجمبري، يعني بجيب كل حاجات الخاصه بالشوربه بتاعتي تمام حبايبي. وبغسلها كويس جدا بالملح والخل والليمون، وبنقعها شويه في محلول ملحي ومعاه شرايح الليمون. عندي هنا بقى ايه من بهاراتي، عندي هنا معلقه كزبره كبيره، عندي معلقه بهارات سمك، عندي معلقه كمون، عندي معلقه فلفل اسود، عندي رشه شطه، عندي معلقه ملح، عندي عصير ليمون، عندي عصير، عندي معلقه خل، عندي بقى هنا ايه، عندي توم، عندي الفلفل اللي هنعمل بيه الدقه، وشرايح الليمون. هفرمهم بقى ونيجي نشوفهم مع بعض. وفرمناهم اهم تمام. هجيب عندي بقى بوله، بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب عندي بوله بقى بفضي فيها حاجات مكونات السي فود بتاعتي كلها، بنزلها كده. نزلت بحاجتي كلها تمام. هنزل بقى بمعلقه الخل، هنزل بعصير الليمون، هنزل بالبهارات بتاعتي اللي احنا قلناها مع بعض، هنزل بالدقة بتاعتي مع شرايح الليمون، وبقلب بقى في الدقة دي كويس جدا. بشرب بقى كل مكوناتي في الدقة دي كويس جدا، لازم تشرب منها كويس جدا عشان خاطر تبقى كلها شربة من المكونات دي. جربوها ان شاء الله بطريقتي، هتاكلوا احلى شوربة سي فود. لسه هنعمل بديل لكريمة الطبخ، خليكم معايا. زي ما شفنا تبيناها، هنغطيها بقى وهنسيبها في التتبيلة دي نص ساعة. لازم نسيبها نص ساعة علشان تاكل من التتبيلة، علشان لما نعملها تطلع معانا احلى شوربة. خليكم معايا عشان هنعمل مع بعض بديل كريمة الطبخ في بيتنا بطريقة بسيطة وجميلة جدا، وتطلع معاكم احلى شوربة للسي فود. هسيبها بقى ونيجي مع بعض نشوف ونكمل ان شاء الله مع بعض وصفتي. بعد ما عدى عليها في التتبيلة نص ساعة، خلاص كده هي كلت من التتبيلة كويس جدا. ضروري جدا حتة ان هي تفضل في التتبيلة علشان تطلع معاكم احلى طعم. جبت هنا معلقة زبدة اهي، وحطيتها في البولة اللي هنعمل فيها. هحط فيها حبة كزبرة عشان تتشوح الاول معاها، هنشوح معاها الكزبرة. هشوح الكزبرة بتاعتي، ولما احس ان ريحتها بدأت تطلع ما سيبهاش لما تتحرق، لا انا يدوب بشوحها عشان اخد طعمها. هنزل بالسي فود بتاعي، حشوة الكزبرة تديها طعم جميل. بعد ما اشوحها مش هرمي المية دي، هسقيها بيها مع المية اللي هشربها بيها، واقلب بقى كويس عشان تتشوح كويس معايا. هنقلبها كويس جدا. جربوها ان شاء الله بطريقتي، ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها بنفس الطريقة. ولما تشوحت معايا شوية، هنزل بقى عليها بالمية اللي احنا كانت متبلة فيها، عشان طبعا فيها برضو كل البهارات وفيها كل حاجة تمام. حط بقى الجمبري
الكابوريا بتاعتي. هنزل بقى بالميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيبها بقى تستوي وهنيجي نشوف احلى شوربه سي فود. وهنعمل مع بعض بقى كريمر اللي هو بديل كريمه الطبخ. هنحط بقى عود كرفس عشان برضو يزعزز الطعم وطعم الشوربه معانا. على بال الشوربه بتاعتنا ما تستوي هنجهز بقى بديل كريمه الطبخ في البيت بطريقه سهله وبسيطه، وجربوها ان شاء الله حاجه كده جميله جدا جدا جدا. عندي هنا طبعا كوبايه، نحط فيها كوبايه حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كوبايه، نحط فيها كوبايه تانيه، حطينا كده كوبايتين حليب. تمام، كوبايتين الحليب بنحط عليهم معلقه واحده دقيق، بنقلب كويس جدا لغايه الدقيق بتاعنا ما يختفي تماما في الحليب. يبقى كوبايتين عليهم معلقه دقيق عشان تطلعي معاكي احلى شوربه. وفي خطوه مهمه وضروريه جدا جدا لنجاح بديل كريمه الطبخ معاكي هقول لك عليها بعد ما خلاص كده دوبناها وتأكدنا خلاص كده الدقيق داب مع الحليب. كريمة الطبخ بديل كريمة الطبخ كده جاهزة معايا، وآدي الشوربة بتاعتنا خلاص كده اهي استوت. هننزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما نحط عليها بديل كريمة الطبخ بتاخد غلوة واحدة بس، ما نكترش عليها علشان ناخد احلى شوربة سي فود. وبشيل بقى عود الكرفس، خلاص هي خدت طعمه، بتغلي غلوة واحدة بس وهنغرف مع بعض. وآدي الطاجن بتاعنا بعد ما استوى جميل جدا، وجربوه ان شاء الله بطريقتي. هتعتمدوها على طول ان شاء الله، هتعملوه على طول بنفس الطريقة. جميل جدا وحلو جدا، وشوفوا بديل كريمة الطبخ جميل جدا وطريقة بسيطة قوي وسهلة وفي متناول بيتنا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في شير ولايك من ايدكم الحلوة، ولو انت جديد بيسعدني طبعا اشتراكك عندي. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم الحلوة اجمل ناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.